حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون الصحة؟ والله تشرفنا ما شاء الله تبارك الرحمن. حياكم. أجواء ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية. ما الله قصرتوا والله. خليجي 25، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم إن شاء الله علينا النعم وعليكم إن شاء الله بإذنه سبحانه وتعالى، ويتمم علينا هذا ما شاء الله يعني أنوار ما شاء الله تبارك الرحمن. ونشكر جهودكم هذه الطيبة، كل من ساهم معاكم كبير ولا صغيرون، وتشرفنا والله. كل يا هلا ومرحبا. الله يسلمك. كل اسم كل الخلايجة وكل اخوتنا الخليج، الله يسلمك. كل اسم عراقي اليوم يقول لكم هلا ومرحبا. والله صراحة احنا ما كنا نتصور انه هذه الاجواء الحقيقة. اها بالله كنتم متصورين امان؟ ما كنا كنت الله شاهد ما كنا يعني. اول شيء انه امان ماكو، هاي الرسالة كانت توصل. اي ما كان امان. يعني عند كل الخليج ان العراق ما بأمان، بيئة خدمات يعني نشوفها بالتلفاز، يعني زي ما نقول ما كنا نتصور انه هذه الحياه الطبيعه اصلا، كنا نتصور انه اي واحد. كنتوا متصورين انه العراقيين يعني احياء ميتين، ميتين احياء، ما إيه يعني ماكو ما شاء الله حياة. تبارك الله، يعني كنا نتصور انه ماكو امن، يعني اي واحد يعني مثل ما تقول يجي من اي دوله يعني ممكن ما يرجع، ممكن يهدد بي إيه او يختطف إيه او كذا، يعني تسليب، خطف، نهب، جوامع، سلاسل. صار لك كم يوم استاذ؟ 8 ايام. من وين جنابك؟ من الكويت. حياك الله وحيا الله. الله يحييك. الله يسلمك. هاي 8 ايام ايش شفت؟ والله ما شاء الله خير بخير ما شاء الله. على عزوبيه. ما حد ضايقك؟ لا ما سمعت كلمه سيئه من العراقي؟ لا اقسم بالله. أها. لا بالله الكريم. وانا عندي اصدقاء وقرايب، بس سبحان الله كنا مبتعدين يعني صراحه. زين. شنو اللي الموقف اللي في بالك طابع جميل؟ ولا صراحه ما بدي ارد. شنو اللي ببالك؟ اقسم بالله ما بدي ارد اصلا. ما بدك ترد الكويت؟ والله لا بالله. اها اي الله شاهد. حبيت البصره؟ اي ما شاء الله، حتى ما شاء الله اكل الخبز شيء جميل، يعني هذا الخبز ما عندنا. ما عندكم هذا الخبز؟ لا لا. زين انا استاذنك.